بغيت مروان في موقف محرج شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع علين أبو شعر اللي تفاعلت مبارح بستوريات كان عندها تصوير، علقت لين إنه هي كانت كثير مبسوطة بالأكل خصوصا إنه هي بفترة الحمل. يلا جاهزة؟ طلعي على الكاميرا. أوكي 3-1 يلا كلي. أوكي طيبة؟ كثير طيب. أعطيني الأكشن أكثر. أكل؟ أوكي. أوكي خلاص ده. شكرا. أهلين. لا خلص بكفي. طيب. أبي ما تزبطوا الإضاءة. أما قمر الطائفة فعلت اليوم بستوري حكت إنه بشرتها كتير تعبت لما سافرت، وكمان صرحت إنه هي عندها سفرة أخرى. هاي طلعت لي البارحة بس راحت اليوم الحمد لله، وهاي جديدة. فنتخطى شكلي يعني انه استوني صاحيه ولا صور بلا فلتر نتخطى. اما لانا محمد فحكت انه هي كرمال اختها لين راح تروح مشوار نص ساعه عمول تاني لحتى تشتري لين اللي بدها اياه للمدموزيل، لانه ما لقيناها في الفرع يعني المقاس ما لقينا. ف وجهتنا التاليه 35 دقيقه سواق. أما غيت مروان مبارح كان عم يتصل بصحابه عم يشتكي من سارة إنه ما عم تخليه يطلع برا البيت وبدها يلعب معها بلاي ستيشن. خلاص بكفي. إيش؟ شو عم تتصل على البلاي ستيشن؟ بدي أطلع عيش حياتي. فكني البلاي ستيشن. شو بدك فيها؟ برو شو ليش بدي شو اسمه عم تخليني؟ يعني هلا هي عم تلعب بلاي ستيشن ثلاث مطاوح يعني حتى؟ شو بعرف اللي عن اللعب ما بتلعب إلا تو. أيوه